صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأبكيك بها طلات الأدمع، أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. اتقل بعين لباري لك عيالك، وبروح لسجت لك أطفالك، الموت لا يرضى بدالك، رحنا للحرب يا حسين وياك، يا رحنا للحرب يا حسين، تقول الرواية عندما بقى الحسين وحيدا فريدا بين الجموع ونادى: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ لم يسمع إلا صوت من الخيام، صوت من؟ نداء من؟ تلك أم المصائب تقل شعتذير عندك، ما الإنسان خويا فزعنا لك من الخيم نسوان، خويا من عادة اليوقع بالأكوان، ويصير لن الشاب ميدايا أن تفزع لهلا وتفزع الجيمان، ياه ويقولوا لسالم، ياه
يا ريس يا يايان هي بنت من هي أخت من يا الله السلام عليك يا زينب يا الكبرى ورحمة الله وبركاته.